للحديث حول التطورات في غزة معنا من الضفة الغربية عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عبد السلام عواد، وعبر الهاتف من بيروت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الدكتور وليد الأيوبي. مرحبا بضيف الكرام. أبدأ معك أستاذ عبد السلام. الاحتلال يصم أذنيه عن التحذيرات من ارتكاب مجازر وانتهاكات إنسانية في رفح، يا ترى ما هو تفسيرك لذلك؟ يعني منذ اليوم الأول للحرب يعني نرى المجازر، مئات المجازر التي ارتكبها الاحتلال، ومئات آلاف الأسرى، مئات آلاف الجرحى، وعشرات آلاف الشهداء الذين سقطوا جراء آلة القتل والحرب والإبادة الجماعية التي ينتهكها الاحتلال. وكل العالم يرى ويسمع هذه الإبادة وهذا القتل وهذه المجازر ولا يحرك ساكنا، ولا الاحتلال لا يسمع لأي صوت أو أي دعوة دولية أو مهما كان مصدرها لوقف مثل هذه المجازر. باعتقادي أنه إذا كان في بداية هذه الحرب وفي أوجها لم يستمع لأحد ولم يتوقف رغم كل المؤشرات التي تشير إلى أن هنالك مجازر وإبادة جماعية، ورغم الدعوة التي قدمت من جنوب أفريقيا والعالم كله سمع ورأى وشاهد هذا القتل وهذا الإجرام الذي جرى بحق أهلنا في قطاع غزة، إلا أن الاحتلال نعم لا زال يصم أذنيه ولا يسمع ولا يرى إلا القتل والدمار وآلة الحرب التي تنتهك في تحدي صارخ لكل الأعراف الدولية، انتهاكا كبيرا لم يشهد التاريخ مثله في قطاع غزة. فلذلك هو يضرب بعرض الحائط كل المواثيق، كل القوى، كل الأصوات الداعية إلى وقف مثل هذه الحرب، ولا يرى إلا تحقيق الأهداف التي يسعى لتحقيقها منذ اليوم الأول، والتي لا نرى أي تحقيق لها على أرض الواقع، سواء كانت في إعادة المخطوفين أو القضاء على حركة حماس في قطاع غزة. نعم، أبقى معي أستاذ عبد السلام، سوف أعود إليكم. مرحبا بك أستاذ وليد الأيوبي. خطة اقتحام رفح بحسب رئيس حكومة الاحتلال جاهزة للقضاء على حماس في رفح، ولكن ما مدى جدية واشنطن في ردع نتنياهو وفرض وقف إطلاق النار؟ أستاذ وليد تسمعني؟ سوف نعود إليكم مرة أخرى عندما يتم تأمين الاتصال بشكل أفضل. أستاذ وليد، بالعودة إليك أستاذ عبد السلام، نتحدث عن الموقف الأمريكي بردع نتنياهو برغم هذه التحذيرات من احتمالية ارتكاب مجازر أكبر واتساع نطاق القتل مع توسيع نطاق العمليات العسكرية. كيف تنظر إلى الموقف الأمريكي؟ إلى مدى واشنطن جادة في وضع حد لهذه المجازر؟ يعني نحن نرى هنالك هنا وهناك بعض التصريحات الإعلامية للإدارة الأمريكية أنها غير راضية عن تصرفات نتنياهو، أو أنها غير راضية عن سياسته سواء كان في الحرب أو في القتل أو غير ذلك، لكن هذه الأصوات خجولة جدا، ولا أعتقد أنها نابعة من مصدر قوة عند الإدارة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية لو لديها النية الصادقة في وقف هذه الحرب أو في لجنة نتنياهو أو مجلس الحرب العسكري الإسرائيلي لفعلت ذلك وبيدها كثير من نقاط القوة وأوراق الضغط، لكنها هي غير جادة لأنها تعتبر أن دولة الاحتلال دولة إسرائيل هي عصاها الغليظة في المنطقة، من خلالها تريد أن تنفذ سياساتها، تخوف العالم العربي والإسلامي وغيرها من الدول والقوى الأخرى التي تريد إسرائيل أن توصل إليها رسائل أن هذه الدولة هي عصاها الغليظة. لذلك عندما تمت هزيمتها في أرض المعركة من خلال المقاومة ومنيت بخسائر كبيرة جدا، وأهداف هذه الحملة العسكرية لم تتحقق رغم الدعم العسكري الكبير، رغم الدعم المالي الكبير والدعم السياسي الكبير، وكل يوم أحد المسؤولين يعني عشرات المسؤولين يقومون بالحج إلى دولة الاحتلال دعما وتأييدا لها غير عادة عن الدعم العسكري والمادي والمالي وغير ذلك. هم يريدون لهذه الدولة أن تنتصر لأنها تمثل سياسة الإدارة الأمريكية وتمثل كأنها عصا الإدارة الأمريكية الغليظة التي تضرب وتخوف بها منطقة الشرق الأوسط كما يدعون أو العالم العربي والإسلامي. لذلك لا أرى أن هنالك جدية في موقف الإدارة الأمريكية في الضغط على الاحتلال لإيقاف هذه الحرب أو ارتكاب مزيد من يعني بحسب ما يرى المراقبون أن اسمح لي أستاذ عبد السلام، سوف أعود إليكم مرة أخرى. أستاذ وليد الأيوبي مرحبا بك. أهلا بكم، مساء الخير.
أستاذ وليد، نتساءل عن الموقف الأمريكي، كيف تنظر إليه مع استمرار المجازر وهناك صم آذان من قبل الاحتلال الإسرائيلي على توسيع العمليات العسكرية، وهناك تحذيرات من ارتكاب مجازر أكثر في رفح؟ يعني الحقيقة لفهم الموقف الأمريكي ينبغي تشريح هذا الموقف. هذا الموقف يعني يعكس ثقافة سياسية معينة ينبغي تحديد مكوناتها. يعني الثقافة السياسية الأمريكية يعني هي ثقافة بالأساس وبالجوهر ثقافة براغماتية. شو يعني براغماتية؟ يعني هي تقوم على الواقعية السياسية، تقوم على أساس النفعية السياسية، تقوم على أساس المادية، ويعني تتمحور حول كيفية تحقيق المكاسب من خلال القرارات السياسية التي تنتج منافع اقتصادية. يعني العقل الأمريكي هذا عقل اقتصادي وليس عقلا أخلاقيا. العقل الأمريكي هو عقل استراتيجي يخدم المصالح الأمريكية وليس عقلا يخدم حقوق ومصالح الشعوب. ولذلك ينبغي علينا، أنا الحقيقة لست أستغرب يعني الموقف الأمريكي، يعني لا سيما بأننا اليوم في أمريكا، يعني لكي نترك يعني حيثيات الموقف الأمريكي على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية ينبغي أن نفهم الداخل الأمريكي. يعني لا سيما اليوم في ظل هذه الظروف، يعني أنا أقصد الانتخابات القادمة الرئاسية في أمريكا، يعني المسؤولون هناك يعني ظل ما يهمهم هو إرضاء شرائحهم الناخبة وليس يعني ما يجري في غزة. نعم. إذا حصل بطبيعة الحال يعني حليفة واشنطن يعني إسرائيل التوجه الانتخابي والسياسي في أمريكا. نعم. والموقف من غزة المنتقد لإسرائيل فسيكن، وإن تناقض فالأولوية هي الحقيقة لمصلحة الناخب الأمريكي والمرشح الأمريكي. نعم، ابقى معي لو سمحت أستاذ وليد، سوف أعود إليكم مرة أخرى. من خلال أستاذ عبد السلام، من خلال تأكيدات الناطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة، أن الاحتلال يتعمد قتل المحتجزين أو قتل أسراه لدى حماس، هل هذا الأمر يعني تجده ربما من أجل إطالة الحرب، من أجل ضرب كل ما جاءت به محكمة العدل الدولية التي تقدمت بها الدعوة، تقدمت بها جنوب أفريقيا عرض الحائط، هل هذا دليل أو هذا مبرر ربما لاستمرار حكومة نتنياهو بالمجازر من خلال تصفية المحتجزين لدى حماس؟ أي أن ليس هناك أي ورقة ضغط ممكن أن يتم الضغط على هذه الحكومة، يعني ورقة الضغط المحتجزين تزول، وبالتالي يعني الذريعة لاستمرار عمليات القتل واستمرار العمليات العسكرية. باعتقادي أن الاحتلال، نتحدث عن ثلاثة أمور أمام نتنياهو هي أمور ضربات كبيرة جدا وفي الصميم. أولا بداية الحرب ضربة 7 أكتوبر، ثم ثانيا موضوع المختطفين لدى حركة حماس، ثم ثالثا الخسائر الميدانية التي يتلقاها الاحتلال بشكل كبير جدا في أرض الميدان، والتي تؤكدها الفيديوهات والمقاطع التي تنشرها كتائب القسام وحركة حماس وفصائل المقاومة للعالم أجمع أمام حتى يرى ما يجري. لذلك باعتقادي أن نتنياهو يريد أن يطيل أمد الحرب لعدة أسباب. أولا، لعل أن يحصل على ورقة الضغط لإبطال مفعول الورقة الضغط لدى المقاومة، وهي ورقة قوية جدا تملكها المقاومة، وهي ورقة الأسرى لديه، فبالتالي يريد أن يطيل أمل الحرب لعله يجد طريقا أو منفذا لأخذ هؤلاء الأسرى وإرجاعهم، وبالتالي تزول هذه الورقة وتزول عوامل الضغط عليه من خلال ورقة الضغط اللي هي الأسرى لدى حركة حماس. ثم يريد أن يطيل أمد الحرب ويكون لديه مبرر لهذه المجازر في أنه يريد أن يصل ويعيد هؤلاء المخطوفين. هو بالمجمل يريد أن
إطالة أمد الحرب بالنسبة له، يريد أن يبعد نفسه عن نفسه شبح الدخول إلى السجن، لأنه بكافة الأحوال سواء انتهت الحرب بأي شكل أو أي سيناريو هو لا محالة ذاهب إلى السجن، سواء كان على القضايا السابقة أو على قضية التحقيق معه في الإخفاقات التي كانت لدى الجيش في يوم 7 أكتوبر. فهو يراهن على الوقت ومزيد من الوقت، ومع الأسف كل ذلك تكون نتيجته أو يدفع ثمنه المواطن الغزي والمواطن الفلسطيني بمزيد من المجازر التي كما ذكرنا يصم العالم آذانه عن سماع الأصوات، الأطفال والشهداء والنساء والرجال الذين كل العالم يرى ويسمع ويشاهد لكنه لا يحرك لديهم ساكنا. نعم، ابقى معي أستاذ سلام، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ وليد، مع جرح كبرياء الاحتلال في 7 من تشرين الأول، هل خيار التهجير مقبول عالميا مع توجه الاحتلال على تطبيقه في رفح حاليا أو على الأقل عزله عن العالم؟ سيدي، أساسا العقيدة الصهيونية هي تقوم على الاحتلال والتهجير والاستيطان والقتل والتوسع، ونحن يعني نشهد فصولا مريرة منذ اختراع هذا الكيان في هذه المنطقة منذ 48 حتى اليوم، فصول مريرة من التهجير ومن الاقتلاع ومن يعني تجريد الناس من إنسانيتهم ومن التعدي على حقوقهم. يعني في ضوء التجربة، يعني لا سمح الله، ولكن في الواقع يعني آسف أن أقول بأني أنا لا أستبعد أي احتمال، لا سيما في ظل هذا التخاذل وهذا الصمت يعني شرقا وغربا. طيب أستاذ وليد، يعني إذا سمحت لي إذا سمحت لي يعني وردنا توا وردنا توا خبر عاجل طبعا من وسائل الإعلام التابعة للاحتلال، يعني في ظل التوتر مع واشنطن، يعني هناك تقوم إسرائيل بإعداد وثيقة تتضمن الخطوط الحمراء في المفاوضات، كيف تقرأ هذا المستجد وإلى أي مدى سيزيد التوتر ربما أو الخلاف مع إدارة بايدن؟ يا سيدي السؤال لي أنا معي. نعم لكم أستاذ وليد، تفضل. يعني أنا أعتقد يعني الخلاف بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية هو كالخلاف بين اليمين الإسرائيلي الصهيوني واليسار الإسرائيلي الصهيوني، يعني هذا خلاف على الشكل وليس على الجوهر، يعني ليس هناك وكل ما يجري هو يعني عبارة، أنا آسف أن أقول يعني مسرحية لا تنطوي على عاقل الحقيقة، لأنه المصلحة الإسرائيلية العليا هي جزء من المصلحة الأمريكية العليا، والتجربة السياسية الأمريكية تاريخيا يعني هي شبيهة جدا بالتجربة الإسرائيلية يعني المعاصرة، يعني هي تقوم طيب على طبعا إذا سمحت لي أستاذ وليد في نقطة، عندما نعم. عندما تكون هناك يعني استفادة أو فائدة أمريكية من إطالة أمد الحرب اقتصاديا كما ذكرتم في بداية الحوار، يعني كيف يستوي ذلك مع حديث يعني الصحف الإسرائيلية بنفسها عن الخسارة الاقتصادية الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل؟ يعني طبعا يعني منذ سنوات طوال، ويعني وإسرائيل تمارس لعبة حافة الهاوية، يعني واليوم وفي نتيجة طوفان الأقصى يعني أصبح الموضوع يعني أصبح وجودي الحقيقة لكل الأطراف، أصبحت هذه المعركة فاصلة في التاريخ المعاصر. يعني طيب إذا سمحت لي أستاذ وليد، عفوا سوف اعود اليك مره اخرى، اذا على هذا المستوى يعني لم تعد الحسابات اقتصاديه، يعني عندما يكون الصراع وجودي يعني الحسابات الاقتصاديه ليست يعني هي في المقام الاول. هلا بالنسبه الى الولايات المتحده الامريكيه، يعني اليوم نتنياهو انا اعتقد بانه يغازل ترامب على حساب وهو يلعب اللعبة السياسية الذاكرة، يعني إذا سمحت لي أبقى معي أستاذ وليد، سوف أعود إليكم مرة أخرى. نعم. أستاذ عبد السلام، يعني في ظل هذا التوتر مع واشنطن، هناك يعني تطفو على وسائل الإعلام
تسمية توترات ما بين واشنطن وما بين إسرائيل فيما يخص إعداد يعني وثيقة إسرائيل تقوم بإعدادها تتضمن الخطوط الحمراء في المفاوضات، هل هذا الأمر يعكس بظلاله أو يلقي بظلاله على هذا الخلاف ما بين واشنطن وإن صح التعبير وما بين حكومة نتنياهو؟ طبعا رغم العلاقة الوطيدة بين الإدارة الأمريكية والاحتلال، إلا أننا نرى أن نتنياهو حتى أنه في بعض القرارات الأمريكية يضربها بعرض الحائط ويضع مثل هذه الخطوط الحمراء، كأنه يرسل رسالة إلى أمريكا أننا نحن من يقرر ونحن من يرى هذه المصلحة، سواء كانت في صفقة التبادل أو فيما يخص الدولة الفلسطينية التي تم الحديث عنها مؤخرا، أو في أي قضية تخص الواقع العسكري على أرض المعركة. لأن نتنياهو لا يهم كما ذكرت إلا مستقبله السياسي، إلا يريد أن يحقق النصر الذي يدعيه في أرض المعركة. لذلك مثل هذه الخطوط الحمراء باعتقادي أنها ستضخ لها أمريكا ولن تستطيع أن تغير مثل هذه الخطوط الحمراء لدى إسرائيل، لأن أمريكا منذ اليوم الأول تبنت الرواية الإسرائيلية، تبنت الموقف الإسرائيلي ودعمت هذا الموقف أمام العالم جميعا، بل بالعكس قامت بإرسال الوفود والشخصيات والوزراء، وحتى أن بايدن زار إسرائيل عدة مرات في مؤشر كبير جدا أننا نقف معكم في كل القرارات، أننا نقف معكم في كل ما تفعلون. لذلك هذه الخطوط الحمراء لم يضعها نتنياهو عبثا، لأنه يرى أن هنالك دعم كبير من الإدارة الأمريكية لمواقفه ومواقف دولة الاحتلال، فهو مثل هذا المنطلق. طيب يضع هذه الخطوط لأنه يدرك. لو انتقلنا إلى الضفة الغربية، ماذا عن الضفة الغربية؟ لأي مدى ترى أن الأوضاع الآن مهيئة لانتفاضة جديدة فيها؟ أخي الكريم، يعني لو عدنا إلى الضفة الغربية قبل هذه الحرب كانت عبارة عن ساحة مواجهة كما ذكرنا في أكثر من موقف، كانت عبارة عن ساحة مواجهة في مدينة جنين، مخيم جنين، مدينة نابلس، طول كرم، مدينة القدس، كل مدن الضفة كانت هنالك مواجهات كبيرة جدا، واليوم زادت هذه المواجهات وزادت هذه الاعتداءات من الاحتلال، ففي كل يوم اعتقالات، انتهاكات للمواطنين، قتل، استشهاد عدد من الشبان في مدن الضفة الغربية بشكل كبير. باعتقادي طالما أننا نحن على أبواب شهر رمضان والانتهاكات تزداد يوما بعد يوم والاعتقالات تزداد يوما بعد يوم، باعتقادي أن الضفة مرشحة لمزيد من التصعيد على أبواب شهر رمضان، لأن الاحتلال في مثل هذه الأوقات يكون ببعض الأعمال التي ربما تنتهك حرمة هذا الشهر، أو من اعتقالات وانتهاكات واقتحامات لمدن الضفة الغربية وخصوصا في مدينة القدس، من منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة في مسجدهم الأقصى وقبلتهم الأولى. هذا يعني سيؤدي إلى مزيد من المواجهة في ظل هذا التعنت الكبير من الاحتلال والاعتقال والقتل الهمجي بشكل كبير. شكرا صاحب السلام. أستاذ وليد، أخيرا، في ظل السردية الإسرائيلية المهزومة منذ 7 من تشرين الأول، هل تتوقع ربما أن يكون هناك يعني مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه ممكن أن تتخلى واشنطن عن دعمها لإسرائيل، هل ممكن أن يكون هناك ضغط أوروبي إنساني في سبيل وقف حد لهذه المجازر؟ يعني هل هو السبيل الوحيد من أجل التأثير على عملية صنع القرار في بروكسل أو واشنطن هو الضغط على الرأي العام؟ والحقيقة نحن شهدنا الحقيقة مظاهر جدا جدا إيجابية ومشجعة على هذا المستوى في كل بلدان العالم، في أمريكا سيما، في أمريكا وفي أوروبا. هذا هو السبيل الوحيد، ولكن نحن يجب أن نعي أيضا بأن هناك دولة عميقة في أوروبا، في بروكسل وفي واشنطن بالوقت نفسه. هذه الدولة العميقة هي التي تمسك بتاليبيد القرارات استراتيجية في الحالتين، وتحول دون يعني استجابة السلطة السياسية إلى الضغوط الشعبية وضغط الرأي العام الذي نشهده من آونة إلى أخرى. إذا هذه الحقيقة هي أسطورة. هل هناك من اليوم، يعني اليوم كما أشرت أنا، نتنياهو يلعب لعبة بايدن ترامب، ولكن السؤال هل سوف يتغير شيء في ظل إدارة أمريكية جديدة؟ أنا أعتقد
الهوامش ضئيلة جدا بين الإدارات الأمريكية. هذا إسرائيل خط أحمر لدى الديمقراطيين والجمهوريين، ولا أرى أنا أي تحول هيك نوعي ممكن أن يطرأ على هذا المستوى. من بيروت أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية دكتور وليد الأيوبي، شكرا جزيلا لكم. ومن الضفة الغربية عبر سكايب الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد السلام عواد، شكرا جزيلا.